عليه اللي عمل عمارة على أرض حكومة مثلا أو قام باستصلاحها أو استزراعها، واخد بالك؟ وبيقول لك إيه؟ شوف بقى علشان يجمل القانون، بيقول لك من صغار المزارعين بحد أقصى 100 فدان. تخيل قلتم ولا ترتموا معايا، من صغار المزارعين 100 فدان. 100 فدان ده واحد راح حاط ايده على 100 فدان. اه ها يعني امال الاقطاعيين يبقى عنده كام فدان؟ 50. بقول لك اهو. اه نعم. اه شوف ده في القانون كده مكتوب. ايوه معلش انا اسف يعني في القانون بيقول على الناس الصغيرين الغلابه ومن عشان نقنن لهم وضعهم من في الارض لغايه 100 فدان، وفي العمارات زي ما انت عايز لغايه 16 دور. اه لغايه 17 دور. الله يا سيدي، انا بقول لك قضيه فساد وابلغت بها الاجهزه الرقابيه ولم تتحرك في شركه مياه البحيره. الراجل بنى 17 دور بلدياتك. لا اه بنوا باني ب 17 دور ودفع 10 جنيه، لما اكتشفت دفع 260,000 ولا حدش عمل، خدوا منها مكافئات ليهم. طيب احنا بنتكلم على باب اهو من الابواب اللي هي بتؤدي للفساد. هي ده اه هي دي ماده موجوده في قانون المناصات والمزايدات.